فلوق جديد مع نهار جديد كما تعرفوا ديما مع الجديد. اليوم جبتكم فلوق جديد اليوم ان شاء الله. جينا باش ندير لكم واحد الفلوق تي فلوق صغير هكا مع الاخوان ديالنا والاصدقاء. باش جينا غادي نوريكم النافوره ديال دبي وتشوفوا الاجواء ديال دبي في دبي مول كيفاش الحاله كيفاش رجعت. رجعت الاجواء الحمد لله ولكن ما قيمة داك لا ديستونس وداك الاحترام ديال لا ديستونس. وتشوفوا معايا كيفاش الناس محترمين لا ديستونس والنافوره ديال دبي حلات ورجعات حتى هي خدامه والناس تحترموا لا ديستونس ديالهم. وكما تعرفوا الاخوان الاخوان اللي معايا ما هادو ان شاء الله ندير لكم جديد فيديو معاهم ان شاء الله وما تزبطوش. خليكم كلهم حالين كل شيء حل وراء الدنيا. الناس بدات ترجع الحياة اليومية بدات ترجع حال تدريجيا. الناس بدات تخرج واخا ماشي داك ماشي الدنيا عامرة بزاف بزاف كما كانت في الاول وما غاديش ترجع كيف ما كانت يعني بهذه السرعة. ولكن الحمد لله شوية تدريجيا راه بدات ترجع. برياني اضرب طحن 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 على شيري البرياني برياني. هذه تسو معانا يلا تتلا.